هو في ايه؟ حمزه ماله؟ مش عارف. طب خشوا انتوا على اوضتكم، محدش يجي ورايا. مالك يا حمزه؟ انا مش عايز اخرج تاني. لو انت عايز تروح الشغل روح، انا مش صغير. انا عارف انك مش صغير، بس برضه لازم اعرف، ما اتبسطتش في الملاهي؟ اتبسطت طبعا، ما اتبسطتش، مش مشكله خلاص. ازاي مش مشكله؟ انت اصلا خارج عشان تتفسح وتتبسط، لو ما اتبسطتش يبقى في مشكله، لازم تقول لي ايه السبب. مش لازم. مش لازم تقول لي؟ لا مش لازم كل حاجه يبقى ليها سبب. انا اصلا مش بحب الخروج حمزه من غير سبب. طب انت عارف ان انا ما وديتكش الملاهي مع طنط جيهان عشان انا عندي شغل وبس؟ لا، انا وديتك عشان لقيتها فرصه انك تتعرف على اصحاب جداد، وبعدين فرح قالت لي ان انتوا كان معاكم ولد من سنك. يا ولد رخم، يا ريت ما كان جه. ياه، الدرجات يا حمزه؟ عمل لك ايه؟ ما عملش حاجه. انا عارف ان تخين ما حدش بيحبني. لا اوعى تقول كده، اوعى تقول كده، ده احنا كلنا بنحبك. تعال معايا، قوم تعالى، عايز اوريك حاجه. تعالى يا بابي. سيبني، انت واخدني على فين؟ تعالى بس، بطل لماضة، ما تخافش، تعالى اقعد هنا، اقعد هنا، هجيلك حالا. تقدر تقول لي مين اللي في الصورة دي؟ مامي وهي صغيرة. برافو عليك يا حمزة، مين بقى اللي جنبها دي؟ أكيد واحدة صاحبتها. ركز شوية، دي خالتك دليلة. خالته دليلة؟ سيدي شفت بقى؟ هي خالتك دليلة دلوقتي مش بس رفيعة، دي بقت كوتش قد الدنيا. بس إزاي؟ أكيد ما بتاكلش مكرونة. خالتك دليلة ما بتحبش في حياتها قد الأكل. وانا اللي هقول لك برضو يا حمزه، الفكره ان محدش بيفضل على حاله. يعني عندك انا مثلا، انت متخيل ان انا طول عمري بكرش كده؟ لا، انا زمان كنت اتخب من كده بكتير. المهم انت شايف نفسك ازاي؟ بص بص، خالتك واقفه ملكه ولا هممها اي حاجه. عشان هي حلوه اصلا. لا يا حبيبي، عشان هي واثقه في نفسها. زي ما هتشوف نفسك يا حمزة الناس هتشوفك. يا ايه الريحة دي يا حمزة؟ انا رجعت على الواد الرخم. لا والله؟ والله جدعت يا حمزة. يستاهل.